السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسلامه انتوا وكل حبايبكم، يا رب دايما مشاريعكم في تربيه الطيور تكون ناجحه ومكسره الدنيا. اسباب زياده قدره الدجاج على البيض بكثره. مفيش شك انك اول ما تعرف الاسباب اللي بتساعد الدجاج انه يبيض اكتر واكتر، والاسباب الدقيقه جدا وكمان الاسباب العامه المنتشره والواضحه والاكثر فعاليه وتاثير على انتاج الدجاج، اول ما تعرف الاسباب دي هتكون قادر على زياده انتاج الدجاج بتاعك من البيض بسهوله جدا وبدون علاء وبدون تكلفه برضو. يعني انت مش هتكلف نفسك وتصرف وتتعب بقى وتعاني علشان خاطر تزود انتاج البيض، لا خالص، انت عارف الاسباب، عارف الطرق، عارف الاكلات، عارف الخلطات، عارف الطريق كويس جدا، فمش هتتعب في حاجة. لذلك الناس الخبرة في تربية الطيور بيجي لهم انتاج من البيض كبير جدا رغم ان هما مش بيصرفوا كتير، اما المبتدئ يقعد يصرف ويدفع ويتعب ويراقب ويعمل حاجات كتيرة جدا وممكن في الاخر انتاج يبقى قليل او يأخر او النمو يتعطل او يبقى عنده نفوق. فهي الفكرة شوية انك تاخد الخبرة من ناحيتين. الخبرة الاول بتاخدها من تربية الطيور المستمرة ومع الايام بتاخدها، والخبرة التانية تاخدها من معلومات ومن سماع الحلقات بتاعتنا على قناة طيور فوق السطح، الحلقات المستمرة اللي ساعات بنعيد فيها بعض المعلومات، لكن احنا بنعيد علشان خاطر نأكد على اهمية الافكار دي. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، ويلا بينا نعرف مع بعض اسباب زيادة انتاج البيض عند الفراخ البياض. اولا عليك ان تعلم جيدا ان المكان الذي تعيش فيه الدجاجة يؤثر على البيض. اذا كان المكان ده مكان صحي بتتوفر فيه كمية اضاءة جيدة واضاءة معمولة بشكل سليم وصح مناسبة للفصل اللي هم فيه سواء شتاء او صيف او ربيع او خريف، ولو دخلت الشمس كل يوم عليهم خصوصا طبعا في الشتاء، انت في الصيف مش هينفع تدخل الشمس خالص، كده المكان ممكن يكون صالح علشان خاطر الفرخة تبيض بمعدل اكبر نسبيا من بيضة في اليوم. احنا عارفين انها بتبيض بيضة في اليوم، يعني ممكن الصبح تلاقيها باضت، بكرة في نفس الميعاد تلاقيها باضت. ممكن تبدر الميعاد ده شوية وتخليها بتبيض كل 23 ساعة او كل 22 ساعة او كل 20 ساعة. ازاي تعمل ده وتخليها تبيض اكتر من بيضة يوميا بفرق بسيط كده ونسبي؟ لازم تركز في الاسباب اللي احنا عايزين نقولها النهاردة، واللي هي بتبدأ من المكان الجيد اللي متنظف كويس، في اضاءة جيدة ووقت الاضاءة كمان جيد علشان ياكلوا اكتر وينتجوا اكتر، ويكون المكان متطهر كويس جدا، العلافات متطهرة، المية متطهرة، دايما الاكل بيتكنس من تحتيهم، البواقي بتاعتهم وبواقي الفضلات لازم تتكنس وننظف السطح بشكل دوري. كل ده هيخلي المكان في بيئة مناسبة لانتاج الفراخ من البيض. كما ان قدرة الدجاجة على ان تضع اكثر من بيضة يوميا ترتبط برضو طرديا بوجودها في مكان معقم وخالي من الجرافين. الجرافين دي هتحرم المكان من تكوين الامراض والبكتيريا، وبعد كده هتتعدي الفراخ بالجرافين دي ويجي لها امراض معويه وتنفسيه. برضو الجرافين والبكتيريا دي والطفيليات هتمنع الحشرات من التكون، وبرضو القوارض واي حاجه ممكن تيجي تتطفل على الطيور بتاعتنا هتمنع فورا بسبب انك منظف السطح بتاعك او المكان بتاعك من الجرافين والبكتيريا. كما ان وجود الدجاجة في مكان به هواء له علاقة كبيرة جدا بزيادة قدرة الدجاجة على البيض وبكثرة، لان المكان الرطب المظلم يكون مليء بالامراض والجراثيم مما يمرض الدجاج، فتقل قدرة الدجاج على وضع البيض بكميات كبيرة، وبنلاحظ في الاخر وجود امراض وبعد كده نفوق لو ما عالجناش الامراض دي. وطبعا حطها قاعدة قدامك ان الصحة كويسة هيبقى الانتاج كويس، عمرنا ما شفنا طائر صحته كويسة ما بينتجش
ما ينفعش، لا يجوز علميا ولا منطقيا ان تبقى الصحه كويسه ومفيش انتاج، الا بقى لو انت مثلا مستني انتاج من التخصيب مثلا، والذكر كده كده تكون مثلا ما عندوش القدره الانجابيه، بتكون صحته عموما كويسه بس ما عندوش قدره انجابيه، وممكن يكون مثلا طائر من الطيور مثلا عنده اصابه او اي حاجه مخليه صحته عموما كويس وعارف يتعايش وزي الفل، لكن الاصابه دي مش منعاه ان هو يكمل وينمو ويتعايش زي البني ادمين لما بيتصابوا مثلا في رجلهم او في ايديهم بيكملوا عادي وتبقى صحتهم كويسه عموما، لكن بيبقى عندهم عجز في منطقه ما. لذلك فالصحه ما دام كويسه بنسبه كبيره جدا الانتاج كويس جدا. كما ان هناك برضو عمر معين تزيد فيه قدرة الدجاجة في وضع البيض، لذلك يجب مراعاة عمر الدجاجة. سن النضج غالبا يعني ما بيعديش 160 يوم، 160 يوم لو جيت حسبتها 3 × 5 × 15 يعني 5 شهور وشوية، 5 شهور و10 ايام، ده السن الطبيعي اللي ما ينفعش تاخر عنه. لكن طبعا احنا الحمد لله الفراخ بتاعتنا بتبيض على 3 شهور، 3 شهور ونص بالكتير، لاننا بنتبع الاجراءات اللي احنا ياما قلناها على القناه، وفي ناس كتير قوي بتكذبها وما جربتهاش اصلا، مع انها لو جربتها والله الفراخ بتاعتها هتبيض بدري جدا جدا عن الطبيعي. لما يوصل 160 يوم ده الطبيعي يعني، بتبدا الدجاجه وضع البيض بكثره ثم تقل قدرتها تدريجيا. كما ان اعطاء الدجاج بعض انواع المقويات والفيتامينات والاملاح المعدنيه بعد استشاره الطبيب البيطري امر مهم جدا، وبيزود قدره الدجاج على البيض، خاصه المقويات الخاصه بتقويه الاخصاب للدجاج. كما ان برضو عليك فصل الدجاج الذي تظهر عليه اي علامه من علامات المرض، يعني بتكون ظهر عليه اي علامه من علامات المرض غير باقي الدجاج اللي حواليه، فتعزل المصاب بعيد عن اللي مش مصاب وتعالج المصاب فورا علشان لا تنتقل العدوى مع الفصل طبعا عن باقي الدجاج. لازم تفصل، لازم فصل جيد جدا عن باقي الدجاج علشان تعالجه لوحده والعدوى ما تنتقلش. واعلم جيدا ان في وقت الشتاء بيقل انتاج البيض، فده ما يقلقكش ولا حاجه، وهناك دجاج لا يبيض في الشتاء اصلا بيقطع، لان درجه الحراره بتؤثر تاثير بالغ الشدة على قدرة الدجاج في وضع البيض. لذلك انت ممكن تزود التدفئة في درجة الحرارة فتخليهم ياكلوا وياكلوا اكتر، فالاكل يروح للانتاج ما يروحش لتدفئتهم، انت اوريدي مدفيهم خلاص، فهم لما ياكلوا مش هيستخدموا الاكل ويستهلكوه في الدفى وفي التدفئة، لا جسمهم لوحده هياخده في ناحية الانتاج اكتر. فالتدفئة مهمة جدا في الشتاء، والشمس مهمة جدا 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 في الشتاء، لكنها طبعا مضرة وخطر في الصيف، لازم يكون في ضلة بنسبة يعني اغلب السطح يكون ضلة. وفي اكلات سحرية طبعا لزيادة انتاج البيض، لكن احنا دايما بنحب نقول ان الاكلات السحرية دي مش سحرية ولا حاجة، هي سحرية لما تكون صحة الدجاج عالية وكويسة، انما لو الصحة مش كويسة الاكلات دي مش سحرية وملهاش فايدة، وممكن كمان تضر الطيور لو انت مش معالجهم كويس. فاهم حاجة تركز في كل التفاصيل دي، وتستخدم بقى الاكلات السحرية براحتك، الرز المفلفل مع بواقي السمك الشعير الصبح في الشتاء لما يكون متسخن كويس ودافي، وفي الصيف برضو ممكن تقدمه بارد متحمص تحمصه، يعني اكلات كتير قوي، الخضروات بقى والملفوف وكل الحاجات اللي اتكلمنا عنها قبل كده. لكن الاهم السلوك العام للتربية من البداية هو اللي بيحدد الانتاج. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.